قال أبو العتاهية: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوس ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية، تدرس فيه دفترا مستندا بسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الساعة في فيء القصور العالية، تعكبها عقوبة تسلى بنار حامية. فهذه وصيتي مخبرة بحالية، طوبى لمن يسمعها تلك الأمر الكافية. فاسمع لنصح مشفق يدعى أبا العتاهية، فاسمع لنصح مشفق يدعى أبا العتاهية.